السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم في درس، اليوم هو درس مختلف نوعا ما. اليوم هو كيف لي أن أبدأ في تعلم اللغة الإنجليزية؟ من أي مهارة بدي أبدأ؟ الكل يعرف أو كنا يعرف بأنه يوجد 4 مهارات في اللغة الإنجليزية، هي مثلا مهارة الريدنج، مهارة القراءة، مهارة السبيكنج الكلام، 3 مهارة الليسننج الاستماع، 4 مهارة الرايتنج الكتابة. إذا هذه مهارات تعلم اللغة الإنجليزية، من أي مهارة بدي أبدأ؟ هل أبدأ من الريدنج القراءة، ولا السبيكنج الكلام، ولا الليسننج الاستماع، ولا الرايتنج؟ أول شيء لازم يكون حد تعرف مستواك، يعني كان مستواك ستارتر مبتدئ أو انترميديت متوسط أو ادفانسد بمعنى متقدم. أول شغلة لازم تعرف شو هي، تعرف مستواك في اللغة الإنجليزية. وأول مهارة لازم نبدأ فيها هي دائما مهارة الليسنينج. أول مهارة لازم تبدأ فيها هي مهارة الليسنينج. نبدأ من مهارة الاستماع، أي تعلم أي لغة لازم نبدأ في الاستماع. يعني بمعدل كل يوم نصف ساعة لازم تحط لحالك بروجرام تستمع إلى اللغة الإنجليزية. الاستماع هو بداية تعلم اللغة الإنجليزية، إن كان العمر ليس مهم، إن كان العمر يعني صغير أو متوسط أو كبير، العمر لا يهم، المهم أن تبدأ بهذه المهارة، مهارة الليسنينج. اليوم حطيت لك 4 مواقع مهمة جدا جدا، فهي مجانية وموجودة على الجوجل كروم، تنزلها وفيك تنزل المقاطع الصوتية وفيك تنزل مواقع البي دي اف، يعني تسمع على الملف اللي تطبع البي دي اف تشوفه وتسمعه بنفس الوقت. انت كمبتدئ لازم اذا كان مستواك مبتدئ استمع واقرأ بنفس الوقت، يعني انت عم تقرأ الورقة واستمع نفس الكلام. هذه هي نصائح في تعلم او بداية تعلم اللغة الانجليزية. هل حطيت لكم 4 مواقع؟ لأنه راح نبلش أول مهارة هي الليسنينج. إذا listening skill، أول شيء يا شباب لازم تبلشون من مهارة الليسنينج skill، حتى يكون نستمع نستمع نستمع، حتى فينا نتكلم أو نقرأ أو نكتب. 4 مواقع في الليسنينج skill. أول موقع هو VOA بودكاست. البودكاست هي بمعنى البودكاست هي بمعنى المقاطع الصوتية، يعني فيك تنزلها وتستمع إليها في وقت بدون انترنت، يعني أنت تنزلها إن كنت في السرفيس أو في الشارع أو في العمل فيك تستمع إليها. إذا هاي فويس، طبعا فويس الأو للأوف أمريكا، صوت أمريكا، طبعا هاي في اللهجة الأمريكان باللهجة الأمريكية. أول موضوع أنت تفوت على جوجل كروم اكتب VOA بودكاست، يطلع لك هذا ونزل التطبيق وبلش اشتغل فيه. اذا هذا في اذا بدك تتعلم في اللهجه الامريكيه، هذا مناسب لكافه الليفلز او ليفلز، يعني لكل المستوى. 2 البي بي سي، الموقع الثاني بي بي سي 6 minutes learning english، طبعا هذا في اللهجه البريطانيه. كمان تروح على جوجل كروم تكتب البي بي سي learning english، تمام، وتنزله وتستمع عليه البودكاست هذا. فيه مقاطع صوتية، فيه فيك تنزل ملفات بي دي اف، تمام، فيه كل شيء، كل ما تحتاجه إلى مهارة الاستماع. استمع كل يوم، يعني لازم تحط لحالك أقلها لازم نصف ساعة كل يوم تستمع اللغة الإنجليزية. إذا بي بي سي 6 minutes learning English هذا في اللهجة البريطانية، أما الـ VOA هو في اللهجة الأمريكية. الموقع الثالث learning English British Council هو المعهد البريطاني في تعلم اللغة الإنجليزية. هذا الموقع مناسب كمان لكل المستويات، إن كان مستواك ستارتر مبتدئ، ولا انترميديت متوسط، ولا أدفانس. تروح على جوجل كروم تكتبه وتنزله، فيه بودكاست كمان، فيه مقاطع صوتية تنزلهن وتستمع عليهن وتكون إن شاء الله الفائدة كبيرة. آخر موقع اللي شفته كمان مناسب All Ears English Podcast، طبعا في اللهجة الأمريكية، كمان هذا بودكاست كمان فيه مقاطع صوتية، فيه أكثر من 800 مقطع صوتي في مجالات الحياة المختلفة، تنزل وتستمع. إن كان مستواك ستارتر ابدأ أول شيء أنت نزل المقطع، تمام، بعد ما تنزله في ملف PDF في المقاطع الصوتية
تنزله أو تطبعه وتقرأ وتستمع بنفس الوقت، يعني المحادثة أو المقطع الصوتي، وشوف كيف وتقارن بين السماع والأصوات. إذا هذه المواقع المهمة. أول موقع VOA Podcast، BBC 6 Minutes Learning English، Learning English British Council، و All Ears English Podcast. هذه فقط مفيدة لمهارة الليسنينج. إذا أردت أن تتعلم اللغة الإنجليزية تبدأ من مهارة الليسنينج، تمام؟ ما حبيت أن أحط للمواقع الثانية أن Reading and Writing حتى لا أطيل الدرس. حبيت أول شيء أبدأ بمهارة الليسنينج، تمام؟ استمع كل يوم، حط من حالك نصف ساعة برنامج واستمع، تمام؟ هذا البودكاست، كل البودكاست نزل المقاطع الصوتية، لا تحتاج انترنت وكلها مجانية. إذا كنت مبتدئ ابدأ، أو كنت متوسط، أو كنت ادفانسد، كلها مفيدة للمستويات كافة هذه المواقع. بالنسبة للليسنينج سكيل كما ذكرت هي أول مهارة يجب أن نبدأ في تعلم اللغة الإنجليزية. هذه هي المواقع وهذه بعض النصائح المهمة أو المواقع المهمة، والتي تكون مجانية، والتي تكون على الجوجل كروم، والتي فيها مقاطع صوتية، والتي فيها ملفات PDF. استمع كل يوم ولاحظ الفائدة لمدة شهر، شهرين، ثلاث. إنه الإنسان لازم تكون عندك صبر، يعني لا تياس أول مرة، يجوز ما تعرف. أنت حاول تفهم الفكرة الرئيسية للبودكاست، بعدين بعد شوي شوي حصل الكلمات الرئيسية، ما عرفت ترجع على المعجم. إن شاء الله راح أحط لكم ما هو المعجم الذي يجب أن تستخدمه، المفيد جدا، وأنصح بكل المتعلمين في استخدام هذا المعجم. إذا هذه هي نصائح أو بداية تعلم اللغة الإنجليزية أو الطريقة الصحيحة لتعلم اللغة الإنجليزية. كان معكم مدرس صالح حديسة من مدينة مرسين في تركيا. See you, good luck، وأرجو أن يكون هذا الدرس مفيد للجميع، وشارك هذا الدرس لجميع الأصدقاء لتعم الفائدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب. See you, good luck، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.